عندك بلدي جميلة بشمال لبنان وتحديدا بمنطقة عكار، يمكن ما بنسمع كثير عنها ولكن أهالي هالمنطقة وكل زوارها بيشهدوا إنه أكيد بتستاهل إنه نزورها نتعرف عليها وعلى تاريخها وعلى جمالها. يمكن هيدي من الأسباب اللي دفعت ضيفنا حتى يخصص كتاب لهالبلدي المميزة. برحب بالمؤلف جوزيف جريج عميد، أهلا وسهلا فيك سيد عميد. مبروك الإصدار الجديد بعنوان عندك بين الماضي والحاضر، وهو كتاب مخصص لمسقط رأسك اللي هو أكيد بلدة عندقت. رح نعرف عليك أكثر بعد شوي، ولكن قبل بدي رحب برئيس بلدية عندقت السيد عمر مسعود. أهلا وسهلا فيك سيد عمر. أهلا وسهلا، شرفتنا. بدي أبدأ مع تعريف سريع عن هالبلدة الجميلة، وين موجودة بالضبط وكيف منوصل لها؟ عندقت ضيعة كتير حلوة بعكار، تبعد عن بيروت حوالي 130 كيلومتر، ارتفاع عن سطح البحر تقريبا نسبي بتبلش من 600 متر وبتطلع لحد الألف. مساحتها كتير كبيرة، حوالي 27 كيلومتر مربع. الحلو عنا بالضيعة انه الغطاء النباتي، الغطاء الأخضر، هو أكثر من 47%، بينما الأفرج بلبنان هو 13%. فعم تتخيلي مساحات شاسعة من الغابات السنوبر والأشجار المثمرة، فمنطقة كتير حلوة بتتميز بمناخها الطبيعي المعتدل. وعندنا كمان تفضل. سهل نوصل لها؟ طرقات مسهلة يعني؟ ايه اكيد، يعني اكيد الوضع الامني يلي بيصير بالشمال بيأثر شوي. على قد ايه بتبعد تقريبا عن مدينة بيروت؟ 130 كيلومتر، وعن طرابلس 59 كيلومتر باتجاه الحدود السورية. يعني بدنا حوالي ساعتين وشوي حتى نوصل من بيروت. ولكن يعني نحن بنبعد كتير حرزانة أكيد. يعني قد ما بيكون في أمان بالبلد، لأن بتعرفي أغلبية ولاد الضيعة أو يعني قسم كبير منهم قاعد ببيروت، فقد ما بيكون الوضع الأمني مليح قد ما بيطلعوا بالويكند على الضيعة. نعم سيد جريج، حضرتك ابن عندقت، سيد عماد ابن عندقت، خريج الجامعة اللبنانية علوم سياسية وإدارية، كاتب بعدة صحف معروفة منهم النهار والديار، وكمان ناشط اجتماعي لأكثر من 30 سنة. شو اللي دفعك حتى تفكر بهالموضوع هلا وتخصص كتاب لضيعتك أو بلدتك؟ أول فكرة، كل إنسان منا عنده هوية اسمه شهرة. أنا بعتبر أنه هويتي واسمي وشهرتي هي ضيعتي عندقت. هيدا بالفطرة واحد أول شيء بيحب ضيعته، بينطلق من بيئته بيفتخر فيها وبيفتخر فيها تيحكي عنها. إذا حب أهله وإخواته بيحب ضيعته، بيرجع يحب منطقته، بيحب وطنه، وبيحب يخلي الناس كمان تحب صحي بلدته. هيدي أول فكرة. تاني فكرة، يعني التشجيع اللي لقيته من رئيس البلدية ونائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي لما عرضت عليه الفكرة، تبنوا كلفة طبع الكتاب. أنا هون بدي أوجه لهم شكر، ومش بس كلفة طبع الكتاب، دعموني معنويا وعمليا على الأرض تنحضر للاحتفال بأربعة تموز السبت القادم حتى نوقع الكتاب بكنيسة مرمرو. نعم، هالكتاب هو بحث عام وهو الأول من نوعه، شو بيتضمن؟ لما بنقول بحث عام شو يعني؟ هيدا البحث ما بعرف إذا حدا كاتب عنه، أنا كاتب مخصص البحث عن المؤسسات، يعني نعم. في المؤسسات الرسمية، المؤسسات الخاصة والروحية، وآخر شيء الفصل الأخراني عن اللجان والجمعيات. يعني بهيدا الإطار بتشوفي أيمتى تأسست البلدية مثلا، من أي أيام، من زمان. حبيت أنا ضوي لجيل جديد على اللي سبق قبل، على الجيل اللي مرق يعني بين قبل الماضي والحاضر. عم بتعرف الجيل الجديد على اللي الأشخاص ده. يمكن أسسوا وطوروا هالبلدة للي صحيح. ما هي في اليوم. يعني إذا سألتك لمين موجه هالكتاب، من موجه للغريب يمكن اللي ما بيعرف هالبلدة تماما، كمان لأبن المنطقة. صحيح، لانه هلا اللي موجود من خارج المنطقه بالاحتفال ممكن يهتدي بهالكتاب ويعمل مثله بضيعته. نعم، بدنا نشوف فيديو هلا بنستعرض فيه اجمل المشاهد من هالبلده المميزه. وبهالوقت سيد عمر بدي اياك تعرفنا اكثر على مميزات عندقت. بعرف انه السياحه الدينيه مهمه عندكم بالاضافه للسياحه عامه والمناظر الخلابه، خبرنا شوي. مثل ما قلت لك هلا اللي مبين معنا بالصوره هيدي، شو عم تشوفون؟ هلا هيدي كنيسه مارلياس. نعم. بمنطقه عودين. عندكم مزارين كبار؟ عندنا سبع كنايس. سبعه. هيدا دير مارلياس. نعم.
ما هيدي كلها صور يعني بالضيعة، مثل ما قلت لك المساحة الخضراء كتير كبيرة عندنا بالضيعة 47%، عندنا أكبر غابة صنوبر بالمنطقة كلها، صنوبر بري، عندنا آثار كتير حلوة، مثلا هيدا دخون لمعمل الحرير، أول معمل حرير نعمل بلبنان بال 1800 وشي. في شغلة بدول عنا كنت نحن وعم نفتش، نحن وعم نحفر بمطرح معين بالضيعة، لقينا آثار بتعود للقرن الرابع أو الخامس ميلادي. هلا مؤخرا؟ مؤخرا من خلال لتحضير هالكتاب. قبل شوي. فهيدا الشيء بأكد إنه نحن قدي متراسخين بأرضنا وقدي إلنا زمان، إنه مش نحن جينا جديد على المنطقة وعلى ضيعتنا، يعني ضيعتنا إلى تاريخ عمره أكثر من 1500 سنة. إيه، ولقينا أثار مسيحية كتير حلوة، حتى غبطة البطرك لما طلع زارنا بال 2012 البطرك الراعي فرجيناه إياها، يمكن كانت من أهم المحطات لما شاف أدوات الكنسية يلي كانت تستعمل بوقتها، ويعني أول مرة حتى الدكاترة يلي من الجامعة اللبنانية اللي كانوا عم يتابعوا معنا موضوع الآثار تفاجأوا بهيدي الآثار يلي لقيناها. يعني بالإضافة يعني اللي بيطلع لعنا في يعمل كتير قصص، في يشوف الآثارات اللي عنا، عنا كتير قصص حلوة، في يأكل أطيب أكل موجود عنا، في يستمتع بكل النشاطات يلي ممكن تنعمل برا الأوتدور. يعني بدنا نحكي عنها شوي، ولكن بدي أسأل هون توقف عن نقطة، أنتوا من عدة سنوات اكتشفتوا هالمعالم الأثرية، خلال البحث اللي قمت فيه سيد عماد شو الأشياء اللي اكتشفتها اللي ما كنت تعرفها سابقا عن بلدتك، بما أنه هو بحث عام عن مختلف الأصعدة، شو الأشياء اللي فاجأتك أنت عن بلدتك يمكن ما كنت تعرفها سابقا؟ لا جمالا انا كيف بدي اقول لك، يعني ما تفاجأت ابدا بالموضوع لانه عندي ارشيف سابق. انا كنت عضو بمجلس بلديه عندي السابق، وانا كنت بحب الضيعه كثير، بحب اشتغل للضيعه، ولو يعني كنت برات البلديه كنت اشتغل للضيعه، كان عندي ارشيف عن الضيعه انا محضر استعنت فيه. وعملت مقابلات مع كبار السن وشيكت على المعلومات بين بعضهم حتى وثقت الكتاب والمعلومات وطلعوا اخر شيء بهالاطار. انا بدي اقول شغله عن الكتاب، هيدا كتاب احصائي اذا بدك، ومرجع رح يبقى ومرجع لكل الناس، وهو اكثر كمان كلمه شكر وامتنان لكل الاشخاص اللي مرقوا بضيعتنا وخدموها. يعني فكره كثير مميزه من جوزيف. اشخاص موجودين حاليا او لا، اشخاص مرقوا بتاريخ عقد. في صور لرئيس بلديه من 1956 تخمين قبل أول يعني ما تأسست استعانت بأرشيف كتير مهم بمنطقتكم، في مشاهد هون ولقطات شفناهن كمان على الشاشة موجودين بهالكتاب. صحيح. الزائر اللي عم يتوجه لعندكم لأول مرة من خلال هالكتاب، شو الأشياء اللي أنتوا عم بتضوا عليها أهمها أنه لازم يكتشفها عندكم غير المعالم الأثرية؟ مثل ما قلتي حضرتك بأول الحديث، هيدا الكتاب مش كتير موجه للناس البرات الضايعة. نعم. هيدا موجه أكثر لأولاد الضايعة، مثل ما قلت لك هو كلمة شكر لكل الناس اللي مرقوا بتاريخ الضايعة. حلو الواحد يقول ميرسي لكل الناس اللي اشتغلوا، يعترف بالمعروف، يعترف بمعروف كل الناس، كل الناس إلى فضل بضيعتنا، نحطه بهيدا الكتاب. هيدا الشيء اللي نحن بالبلدية دفعنا وحمسنا أنه نحن نساعده لجوزيف، أنه كتاب كتير مهضوم مثل ما قلت لك بإحصائي بيوثق فترة معينة من تاريخ يعني الضيعة بكل جمعياتها. الصورة اللي أنتوا حابين الناس اللي ما بيعرفوا هالبلدة يشوفوها. مزبوط. وكمان أهالي أو أبناء هالمنطقة كمان هلأ بدو يجي لعنا على الضيعة، مثل ما قلت لك في كتير قصص يشوفها المنطقة، يعني بين عندقة والقبيات اليوم صار في الواحد يطلع يقعد ويك إند طويل، هي مصيف تعتبر؟ مصيف كتير حلو. مناخها كيف؟ معتدل، قلت لك يعني امبارح كانت عم تشتت الدنيا، بعدنا مش عم نقدر نقعد برا من الساعة. اهالي عندقت موجودين على مدار السنة فيها؟ يعني تقريبا الثلث قاعد بالضيعة صيف شتاء، والباقيين قاعدين ببيروت او مسافرين حسب الاشغال، حسب التنمية. بتصور سيد عماد هالإصدار أو هالكتاب رح يهم كتير الأهالي عندقت أو أبناء عندقت اللي عايشين بالاغتراب، عم بيقدروا يحصلوا عليه أو رح تلاقي طريقة توصل لهم إياه؟ صحيح، من يومين كان عندي مقابلة مع إذاعة بإستراليا مع مدام من بلدة القبيات. نعم. وضوينا على الكتاب كمان وحنوصل لهم إياه لبرا.
هلا الكتاب رح يكون موجود على الويب سايت عند.org. هيدا الكفر غلاف الكتاب. نعم. موجود على عند.org الاوفيشال ويب سايت تبع الضيعه، وبعد تقال الكتاب رح نحط النسخه الالكترونيه على الموقع تبعنا، فبيصير اذا حدا بده يشوفوه وين ما كانوا موجودين بالعالم. قد ايه برايكم هالكتاب رح يساهم بدعم اذا بدكم السياحه عندكم بالمنطقه على انواعها؟ السياحة ما بعتقد له علاقة كتير بالسياحة، بقدر ما له علاقة مثل ما قلت لك بشيء انترنال بقلب الضيعة، يعني بأنه الناس كتير حلوة اليوم. حيا لشخص مرق افترضنا بالكورال ولا بحيا لجمعية يفتح الكتاب شوف اسمه محطوط بقلبه، بحس بانتماء وبخليه يحس انه في ناس مقدرة. ايه بس هيدي لوحدة يمكن بطريقة غير مباشرة راح تشجعوا حتى يمكن يعمل زيارة على بلده ويرجع يدعي أصدقائه ويفتخر أكثر أنه والله أنا مكرم. يعني فينا نعتبره نوع من التكريم هالكتاب لهالشخصيات اللي تم البحث عنهم. مش بس هيك، بترجعي لورا قديما. نعم. يعني خليني أحكيكي مثلا البلدية أيمتى تأسست قديم، مرفقة بصور عن الرجال الكبار القديمين. نعم. المخطرة، شو اسمه، مراكز الأحراش، كل المراكز الرسمية الموجودة بالضياع. وبعدين في أهل الضيعة، نفس أهل الضيعة في ناس ما بتعرف شو في بتاني جمعية مثلا. عرفت كيف؟ يعني هيدا هلا نحكي عن كل شيء بضل مثل مرجع بالضيعة. يعني لو في حدا قبل منا عامل هالشغلة كنا نحن تعرفنا على الأقدمين كمان. نعم. هيدا الكتاب هيدا موضوع يعني متواضع بيختص بالضيعة، ومثل ما قال رئيس البلدية أنه هالأشخاص اللي مرقوا منكون نحن كمان، لأن هن متطوعين بالنهاية عم يشتغلوا مش عم بيقبضوا معاش. صحيح. صحيح. من محبتهم لضيعتهم يشتغلوا بل حالي يكون كرمنا. هذا عمل تطوعي من قبل الكل اللي ساهموا فيه بتصور. وين منتشرين أبناء عند إدة بالعالم؟ منتشرين بكندا وأستراليا. نعم. والدول العربية. نعم. شو حبيت تقلن من خلال هالكتاب سيد عماد لكل أبناء عند إدة المنتشرين بالعالم؟ أول شيء ما حدا ينسى ضيعته. تفضل. ما حدا ينسى ضيعته. ونحن في عنا شغلة بالضيعة، يعني كيف بدي أقول لك، ضيعتنا بعيدة شوي عن المدينة، بنطلب من أصحاب رؤوس الأموال، لأنه ضيعتنا كتير حلوة فيها بيئة مؤهلة تكون مصيف، أنه ينحط مصاري والدولة تهتم فينا شوي بعد أكثر. نعم. لأنه البلديات بإمكانياتها المحدودة ما حتقدر تقوم بمجهود كبير، وبتضل منقرا هي والعالم لحتى انه تحقق. نعم. الاشياء العمرانية بالضيعة. ومن هالمنطلق انا وقت الاستاذ عمر شجعني على الموضوع، لانه كمان البلدية مش بس عمران حيطان وزفت، بالنهاية عم بتشجع النشاطات الوطنية والفكرية والثقافية. نعم. من هالمنطلق هيدا انه انا تشجعت اكثر حتى اعمل هالكتاب تنعرف اولاد الضيعة علي برا وجوا، واللي جاي هلا على الحفله من كمان من المنطقه بيهتدي بهالكتاب وبيعمل مثله. نعم. بنهنيك على هالعمل سيد عماد، وناطرين استراتك الجديده. التوقيع راح يكون ب 4 تموز ان الله رد. واهلا وسهلا فيكم، شرفتنا سيد تمس، وتحياتنا لكل ابناء واهالي عند إدة. الله يديمك. الله يديمك ريتا. رح ننتقل لعندك حتى نشوف كيف عم بيتطور هالميك اوفر. كيفك اليوم؟ هاي رولا، كيفك انت؟ الحمد لله. وين ضيفتك؟ ناطره هون، ومعنا اكيد اليوم الهير اكسبرتس جورج وميا المندرا. اثنيناتهم موجودين؟ اثنيناتهم موجودين. نيالا ضيفتك اليوم ذا بيست. تحياتي لجورج ولميا. انا كمان رح تابع حتى يشوف شوف شو الموضه اللي رح حابين يطرحوها مع بدايه موسم الصيف، وان شاء الله تكون ضيفتك هيك قابله للتغيير مثل ضيفتنا اللي مرقوا بالماضي. صح مضبوط. لا شي از. يلا تفضلي ريتا، نحن ناطرينك. اوكي رولا.